نشوف. قبل ما نبدي درسنا راح أعرض لكم مقطع فيديو وهو نشيد، ومن خلاله نكتشف درسنا لهذا اليوم. والآن أعزائي التلاميذ، بعد أن استمعنا إلى نشيد وأغنية نائب الفاعل، سوف أقوم بشرح هذه الجمل التي أمامنا بالشاشة. مثل ما تلاحظون أعزائي التلاميذ، إنه هذه الجمل لو نتأملها نلاحظ إنها جمل فعلية، نلاحظ إنها جمل فعلية. قرأ محمد الكتاب، قرأ محمد الكتاب، تعلم إبراهيم الحساب، سهر خليل الليلة، شرب أحمد الحليب. مثل ما
تلاحظون هذه الجمل هي جمل فعلية تتكون من ثلاثة أقسام: الفعل والفاعل والمفعول به. ودرسنا في المواضيع السابقة الجملة الفعلية التي تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به. نلاحظ ماذا يحدث للجملة لو غاب الفاعل. ماذا يحدث للجملة لو غاب الفاعل؟ قرأ محمد الكتابة. أصبحت قرئ الكتاب. قرئ الكتاب. تلاحظون كيف تغيرت؟ تعلم إبراهيم الحساب. تعلم الحساب. تعلم الحساب. سهر خليل الليلة. سهرت. سهرت الليلة. سهرت الليلة. شرب أحمد الحليب. شرب الحليب. شرب الحليب. هنا مثل ما تلاحظون أعزائي التلاميذ، لو نتأمل هذه الجمل الفعلية، إنها عند غياب الفاعل سوف يحدث فيها تغيير، والتغيير هو إن المفعول به أصبح في مكان الفاعل. تلاحظون ماما، المفعول به أصبح مكان الفاعل، يعني أخذ محله. هنا المفعول به أخذ محل الفاعل. المفعول به أخذ محل الفاعل. قرأ محمد الكتاب. أصبح قرئ الكتاب. إذن هنا عندما أخذ المفعول به محل الفاعل، هل تغيرت حركته الإعرابية؟ سؤال لكم، هل تغيرت حركته الإعرابية؟ ده تلاحظون، هل تغيرت حركته الإعرابية؟ أمير وسام. نعم سانسي. أحسنت، نعم. تحول من اسم منصوب إلى اسم مرفوع. أحسنت. هنا إذن التغيير الأول الذي لاحظناه في جملة نائب الفاعل، إن المفعول به عندما يحل محل الفاعل يأخذ حالته الإعرابية وحركاته. قرأ محمد الكتاب. أصبحت قرئ الكتاب. قرئ الكتاب. هذا التغيير الأول. نأتي على الملاحظة الثانية وهي الفعل. تلاحظون إنه الفعل قارئ. قارئ. تشوفون ماما شلون ده اللفظة؟ شوفوا شلون تغير. قرئ. قرئ. إذن هنا أصبح حركاته غير شكل باللفظ. هذا يسمى في اللغة العربية مبني للمجهول. تحول الفعل هنا من فعل ماضي مبني للمعلوم قرأ محمد الكتاب إلى قرئ. قرئ الكتاب. إذن هنا التغيير الثاني اللي راح يحصل هو للفعل الذي يوجد في الجملة. للفعل إذا كان ماضي أو مضارع، يتحول من فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول. ما معنى مبني للمعلوم؟ ما معنى مبني للمعلوم؟ كل واحد منكم سوف يسأل ما معنى مبني للمعلوم؟ معنى مبني للمعلوم إن هذا الفعل فاعله معلوم، يعني موجود في الجملة، ممكن ملاحظته أو ممكن استخراجه. قرأ محمد الكتاب. هنا من قرأ الكتاب؟ أسأل رزان، من قرأ الكتاب في هذه الجملة؟ قرأ محمد الكتاب. من قرأ الكتاب؟ من قرأ الكتاب؟ محمد. أحسنتي. إذن هنا معلوم الفاعل، يعني موجود، لذلك سمي فعل هذه الجملة فعل مبني للمعلوم. فعل مبني للمعلوم. لاحظوا كيف تغير الفعل عندما تحول من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، لأن فاعله غاب، محمد غاب. لا نعرف من قرأ الكتاب. قرئ الكتاب. قرئ الكتاب.
هنا تحول الفعل من مبني المعلوم إلى مبني المجهول بضم أوله وكسر ما قبل الأخير. يعني شنو ضم أوله؟ يعني نضع ضمة، حركة الضمة على أول حرف من الفعل وكسر قبل الحرف الأخير إذا كان الفعل ماضٍ. إذا كان الفعل ماضٍ. قرأ محمد الكتاب، أصبح قرئ الكتاب، قرئ الكتاب. تعلم إبراهيم الحساب، تعلم الحساب. هنا فعل مضارع، إذا كان الفعل مضارع عندما يبنى للمجهول نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، نفتح ما قبل الأخير. سهر خليل الليلة، العفو، سهر خليل الليلة، سهر خليل الليلة. سهر فعل ماضي مبني للمعلوم، كيف تحول إلى مبني للمجهول؟ سهرت، سهرت، ضمينا الأول وكسرنا ما قبل الأخير وهو حرف الهاء، وهذه التاء تاء التأنيث الساكنة لأن الليلة أصبحت هي نائب الفاعل مؤنثة. واضح؟ شرب أحمد الحليب، شرب الحليب، شرب الحليب. دا تلاحظون أعزائي التلاميذ هنا الفعل الماضي كيف بني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل الأخير. إذن هنا موضوعنا لهذا اليوم يسمى، ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ دانا علي، ما هو اسم موضوعنا؟ نائب الفاعل. أحسنتي، نائب الفاعل. إذن نائب الفاعل، ما هو نائب الفاعل؟ لنلاحظ نائب الفاعل هو اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه. ما هو نائب الفاعل؟ هو اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه وسبق بفعل مبني للمجهول، وكان هو في الأصل مفعول به، وكان في الأصل مفعول به. إذن ماما موضوعنا اليوم هو نائب الفاعل. نائب الفاعل هو من الأسماء المرفوعة، من شروطه يجب أن يسبق بفعل مبني للمجهول، من شروطه أن يسبق بفعل مبني للمجهول. نلاحظ هنا عندنا أمثلة كيف نفرق بين جملة المبني للمعلوم وجملة المبني للمجهول. حقق الجندي انتصاراً، حقق الجندي انتصاراً، وفي الجملة التي أمامها حقق الانتصار، حقق الانتصار. مثل ما تلاحظون أعزائي التلاميذ هنا في جملة المبني للمعلوم إن الفاعل شبيه معلوم، يعني موجود، الفاعل معلوم، حقق فعل ماضي مبني للمعلوم، الجندي هي الفاعل، هي من قام بتحقيق النصر، انتصارا مفعول به. في الجملة اللي مقابلها عندما غاب الجندي أو حذف من الجملة كيف أصبحت الجملة؟ أصبح الفعل مبني للمجهول. بما أنه الفعل ماضي نضم أوله ونكسر ما قبل الأخير. حقق، حقق، تلاحظون ماما الحاء هي ضمة وضعنا عليها والقاف كسرة تحت الشدة. حقق الانتصار، الانتصار. هنا الانتصار هي أصبحت نائب فاعل، أصبحت نائب فاعل، أخذت موقع الفاعل. نأتي إلى الجملة اللي بعدها. هاي الجملة اللي بعدها أريد واحد من عندكم هو الذي يقوم بشرحها. نعم، جنة يعرب. فهم الطالب الدرس، هذا نعم. جملة فعلية مبني على للمعلوم. نعم. إذا أريد نسويها مبني
للمجهول راح تصير فهم الدرس. أحسنتي، فهم. إذن ماذا التغيير الذي حصل؟ ما هو التغيير الذي حصل؟ أول شيء قدمنا المفعول به أصبح نائب فاعل، حل محل الفاعل، هاي أول خطوة. وغيرنا حركة الإعراب، تحولت حالته المفعول به من المنصوب إلى نائب فاعل مرفوع. أما التغيير الثاني وهو بناء الفعل للمجهول، هو بناء الفعل للمجهول. هنا نلاحظ الفعل يبنى للمجهول بحالتين، إذا كان فعل ماضي نضم أوله ونكسر ما قبل الآخر، وإذا فعل مضارع نضم أوله ونفتح ما قبل الآخر. هنا أيضاً نأخذ أمثلة أخرى وشرح آخر كيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول. كيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول؟ هنا أخذنا جملتين في زمنين، زمن الماضي وزمن المضارع. نفس الجملة، شرب محمد الحليب ويشرب محمد الحليب. شرب هي فعل ماضي مبني للمعلوم، ده تلاحظوها ماما، فعل ماضي مبني للمعلوم. محمد هي الفاعل، إذن هنا محمد هو الفاعل موجود والحليب مفعول به. لاحظوا ماما كيف تغيرت، أعزائي التلاميذ، كيف تغيرت هذه الجملة وأصبحت جملة نائب فاعل. شرب الحليب، شرب الحليب، شوفوا الخطوات اللي قمنا بها. أول خطوة قمنا بتحويل الفعل من المبني للمجهول، العفو، من المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، وذلك بضم حرف الشين وكسر حرف الراء. ضم حرف الشين اللي هو أول حرف يعتبر من حرف من الفعل، وكسر حرف الراء أصبح لفظه شوريب، شوريب الحليب، شوريب الحليب. وقدمنا المفعول به حل محل الفاعل، أصبح نائب فاعل، تحولت حالته من منصوب إلى مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. نأتي إلى في حالة المضارع، نفس الخطوات لكن تغيير بسيط، إنه نضم أول الفعل ونضع فتحة قبل الآخر، يصبح لفظ الفعل يشرب، 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 فتح الراء، يشرب الحليب، ويعرب كما هو، يشرب فعل مضارع مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول. الحليب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذه هي خطوات جملة نائب الفاعل، من شروطها أن نبني الفعل للمجهول. ونلاحظ الفعل إذا كان ماضي نضم أوله ونكسر ما قبل الأخير، وإذا مضارع نضم أوله ونفتح ما قبل الأخير. هنا ما الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل؟ هاي عندي أمامي بعض الجمل، عندي أمامي بعض الجمل. فتح الولد الباب، يشرب العصير، كسر القلمان، كسر القلمان. أريد منكم ماما أنه تشاركون. فهم، العفو، فهم الطالب الدرس، فهم الطالب الدرس. الآن أريد من الجميع المشاركة باستخراج أو تمييز الجملة الفعلية التي تحتوي على فاعل وجملة نائب الفاعل. روان صدام، روان صدام. نعم سانسي. نعم. فتح الولد الباب، هاي جملة، هاي بها فاعل، اللي هو الولد هو الفاعل. أحسنتي، إذا هنا الولد هو الفاعل، إذا هنا الفعل ما هو؟ هل هو مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ الفعل هنا مبني للمعلوم. أحسنتي، لأن عرفنا من فتح الباب. لأنه
هو ما قال إنه فتح الباب، هو قال فتح الولد الباب. نعم، عرف الفاعل، عرف من قام بالفتح وهو الولد. إذن ما طول الفاعل موجود، إذن هنا الفعل مبني للمعلوم وهي جملة فعلية متكاملة، فعل فاعل مفعول به. أحسنتي. آية ضياء، آية ضياء. يشرب العصير، هل هي نعم ساسا يشرب العصير جملة جملة مبني للمجهول. سنتي، إذن هنا العصير هل هي فاعل أم نائب فاعل؟ العصير نائب فاعل. ممتاز، العصير نائب فاعل، لأن لا نعرف من شرب العصير، لا نعرف من شرب العصير. هنا الفاعل مجهول، الفاعل مجهول. إذن يشرب هي فعل مضارع مبني للمجهول. عبد الله عمر، عبد الله عمر. نعم ست. كسر القلمان، كسر القلمان، ما هي الموقع الإعرابي للقلمان؟ هل هو فاعل أم نائب فاعل؟ كسر القلمان. اي نعم، القلمان هل هي فاعل ام نائب فاعل؟ نائب الفاعل. احسنت، ممتاز، نائب فاعل، لان لا نعرف من كسر القلم. يصير القلم هو يكسر نفسه؟ حتى لا. هي بالمعنى هم ترهم، يعني ما يصير هو يكسر نفسه، اكو شخص كسره وغائب هو. إذن هنا القلمان هي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ممتاز، لأنه مثنى. مهيمن، مهيمن ومير. فهم الطالب الدرس، نعم شانسي، فهم الطالب الدرس. هنا الطالب هل هو فاعل أم نائب فاعل؟ فاعل. أحسنت، فاعل. إذن هنا الفعل فهم، هل هو فعل مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ مبني للمعلوم. ممتاز، لأنه الطالب، لأنه عرفت منه فهم الدرس، الطالب فهم الدرس. أحسنتم. إذن هنا النائب الفاعل هو اسم مرفوع يحل محل الفاعل ويكون فعله مبني للمجهول. الآن بعد أن فهمنا ما هو نائب الفاعل وما هي حالته الإعرابية، طبعاً هو يأخذ نفس علامات إعراب هو قلنا علامات إعراب الرفع ثابتة، الضمة والألف والواو. إذا كان مفرد الضمة، وإذا كان جمع مذكر سالم الواو، وإذا كان مثنى الألف. ننتقل إلى التمرين المحلول لنطبق ما تعلمناه من موضوع نائب الفاعل. اجعل المفعول به في كل جملة مما يأتي نائب فاعل وغير ما يلزم تغييره. نور الحسين، نأخذ أول جملة. وزع المدير الجوائز على الناجحين. وزع المدير الجوائز على الناجحين. وزع الجوائز على الناجحين. وشلون ماما هنا شلون عيد لفظها؟ وزعت الجوائز. ممتاز، وزعت، وزعت. هنا فعل ماضي، اشرح لي شلون بنيته للمجهول، شنو التغيير اللي سويته، كيف بنيته للمجهول؟ ست حذفت المدير وسويته مجهول. نعم، قدمت الجوائز أصبحت هي نائب فاعل. الجوائز هنا مرفوعة بالضمة لأنها جمع تكسير. زين، وزع فعل ماضي، كيف نبني فعل الماضي للمجهول؟ شنو الخطوة اللي نقوم بيها من نبني الفعل الماضي للمجهول؟ شو نسوي؟ هنا وزع مفتوحة، فتح فتح فتح، وزع. زين، من الصير وزعت، وزعت، يعني شنو سويت اني في اوله؟ ضفت نعم، هاي ضفت تاء التأنيث، موجوده تاء التأنيث لان اصبح نائب الفاعل، هي مؤنثه، لازم اقول وزعت. قبل ما اضيف تاء التأنيث، حيدر سلام، حيدر سلام،
شنو التغيير اللي سويته على الفعل؟ شلون بنيت فعل الماضي؟ كيف يبنى فعل الماضي للمجهول؟ ماذا نضع على أوله؟ ايش نضع على أوله؟ الضمة. ممتاز. وقبل الأخير ايش نضع؟ إذا فعل ماضي نضم أوله ونكسر ما قبل الأخير، نضع كسرة، يعني أصبح شوفوا ماما اللفظ وزعت، وزعت زي الزاي كسرناها وزعت. نعم، ننتقل إلى الجملة اللي بعدها. دانا شكر. يقدم المعلم الدرس بوضوح. يقدم دانا شكر. تسمعيني يا دانا؟ دا أدزلج لا مايك. افتح المايك. ليث محمد، ننتقل للتلميذ ليث محمد لأن المايك ما ينفتح على دانا. ليث محمد، ليش ما ينفتح المايك؟ داد زلكم طلب ماما. نعم يا ليث. يقدم المعلم الدرس بوضوح. بوضوح، اجعل المفعول به نائب فاعل وغير ما يلزم تغييره. يلا يا ليث. قدم الدرس. ليش سويته ماما ماضي؟ نفسه مضارع، لا تغيروه. يقدم الدرس. نعم، يقدم نضم الأول ونفتح ما قبل. أحسنت. ونقدم الدرس تصبح الدرس. يقدم الدرس بوضوح. نعم محمد رضا. نعم، شكرا يا ليث. محمد رضا. تسمعني يا محمد رضا؟ فتح عليك المايك ماما محمد؟ لو انتقل التلميذ آخر. فاطمة سمير، ننتقل للتلميذة فاطمة سمير. لا دزلكم ماما، ليش ما ينفتح المايك؟ محمد عباس، التلميذ محمد عباس. نعم سانسي. زرع الفلاح الأرض. زرع الفلاح الأرض. اجعل المفعول به نائب فاعل. زرعت الأرض. أحسنت، ممتاز. زرعت الأرض. اشرح لي كيف حولت المفعول به أو قدمته وأصبح نائب فاعل. وش حطينا تاء التأنيث. ممتاز. ونحط ضمة بالبداية ويكسر ما قبل الآخر. ممتاز، لأن الفعل الماضي زرع هو فعل ماضي، عنده تحويله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، نضم أوله ونكسر ما قبل الأخير فيصبح زرعت، ونضع التاء. الأرض. الأرض أصبحت حالتها مرفوعة بعد أن كانت مفعول به منصوب، أصبحت نائب فاعل مرفوع. نعم. آية ضياء. شيد المهندس البناية. نعم ساس. شيد المهندس البناية. شيدت البناية. ممتاز. شيدت البناية. كيف بنيت الفعل للمجهول يا آية؟ اشرحي لي
كيف حولت الفعل من المضارع، العفو من المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول؟ ساسي، أول شيء حذفت المهندس وضفت تاء التأنيث. نعم نعم، قدمنا المفعول به أصبح بدال المهندس نائب فاعل، وضفنا تاء التأنيث، وماذا بعد ضفنا غيرنا بالفعل؟ ساسي غيرنا الحركات مالته. ممتاز. سوينا الشين عليها ضمة والياء كسرة ما قبل الأخير. شيدت البناية. نعم. نرجس أمجد، كرم المدير المتفوقين. هنا المفعول به جاء جمع مذكر سالم. جابه هنا مو مفرد. نعم، جمع مذكر سالم. نعم، يلا يا نرجس. شرب المريض الدواء. لا، شرب. يلا ما يخالف، حليتينا شرب المريض الدواء. ايه شو تصير؟ شرب الدواء. ممتاز. شرب الدواء. شرب الدواء. نعم احسنتي. هنا اصبح الدواء هو نائب الفاعل. نعم. ميديا. ميديا نزار، حلينا جملة رقم 5. كرم المدير المتفوقين. كرم المدير المتفوقين. كرم المتفوقين. كرم المتفوقين. متفوقين تبقى منصوبة. احنا من قلنا مو يتحول المفعول به، يصبح نائب فاعل مرفوع. جمع المذكر السالم بيش الرفع، هنا منصوب بالياء. شلون راح تصير؟ كيف يرفع جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم بالواو. نعم، يعني شلون تصير الجملة؟ كرم جنة يعرب. المتفوقين. جنة يعرب ممكن؟ كرم المتفوقون. نعم، كرم المتفوقون. يا ميديا مدى تقولين يرفع بالواو، إذن هنا المتفوقين تتحول إلى متفوقون. ماما انتبهوا على المفعول به، مو شرط يأتيكم مفرد من فتحة إلى ضمة، ممكن أن يأتي جمع مذكر سالم، ممكن أن يأتي مثنى. أيضا إذا كان نفس الجملة ممكن أن تكون كرم المدير المتفوقين. كيف نحولها؟ تصير كرم المتفوقان. كرم المتفوقان إذا كان المفعول به مثنى يرجع مرفوع بالألف، وجمع مذكر سالم يرجع مرفوع بالواو. أما إذا مفرد وجمع مؤنث وجمع تكسير يتحول من المنصوب إلى ضمة. واضح؟ واضح ماما؟ يوسف عادل. يوسف عادل. يوسف، إذا ما هو نائب الفاعل؟ يوسف عادل ما هو نائب الفاعل؟ نعم. هو اسم يبني للمجهول، وهو اسم مبني للمجهول. لا ماما انتبه، هو اسم أول شيء نحدد حالته، هل هو منصوب مرفوع؟ وهو اسم مرفوع. نعم، هو اسم مرفوع حل محل الفاعل. ممتاز. إذن هنا نائب الفاعل هو اسم. أي قسم من أقسام الكلام؟ هو ليس حرف ولا فعل، إنما هو اسم. هو اسم مرفوع، حالته يجب أن تكون من شروطه يكون مرفوع، لأن أخذ موقع الفاعل والفاعل مرفوع، فيجب أن يكون هو مرفوع. هو اسم مرفوع حل محل الفاعل وبني فعله للمجهول. من شروطه أن يبنى فعله للمجهول. عباس عمار. عباس عمار. نعم. عباس ماما، فعل الماضي شلون أبني للمجهول؟ فعل الماضي كيف يبنى للمجهول؟ يرفع وينصب. شنو ماما يرفع وينصب؟ لا ماما شنو، ماكو يرفع وينصب، هاي من جبتها يرفع وينصب؟ كيف يبنى الفعل الماضي للمجهول؟
ماذا نضع على أوله؟ إيش نضع على أوله؟ الضمة. نعم، نضم أوله ونكسر ما قبل نكسر الأخير. نضم أوله ونكسر ما قبل الأخير. يا ماما مو معناته يعني إحنا نخلي ضمة معناتها نقول يرفع، لا، هو يبقى فعل ماضي مبني على الفتح لكنه أصبح مبني للمجهول، فاعله مجهول، لا نعرف من هو قام بالعمل. واضح؟ محمد رضا، محمد رضا، محمد رضا، ماما دا دز لك طلب، انت وفاطمة سمير فتح لك خط. ليش محمد عباد؟ لا محمد رضا، اني امامي دا ادز له طلب مدي يفتح المايك ويجاوب. ليش ماما؟ ليش يعني؟ يلا محمد عباس، كيف يبنى الفعل المضارع للمجهول يا محمد؟ يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر. إذا كان فعل ماضي كسر ما قبل الآخر، وإذا فعل مضارع يفتح ما قبل الآخر. نعم، فتح ما قبل الأخير. إذا هنا أشرفنا على نهاية درسنا لهذا اليوم، أتمنى تكونون قد استفدتوا من درس اليوم وهو موضوع نائب الفاعل. واجبكم في هذا الدرس هو كتابة القاعدة من الكتاب، كتابة قاعدة نائب الفاعل مع حل التمرينات. وواجبكم هذا التمرين أي الجمل التالية تشتمل على نائب الفاعل؟ هذا التمرين أي الجمل التالية تشتمل على نائب الفاعل؟ هذا هو واجب بيتي، اتحلوا تدزوا لي يا ماما على جروب الواجبات. واضح؟ تحلوا وتدزوا على جروب الواجبات، وأنا إن شاء الله راح أصور لكم هذه وأدز لكم إياه. هذا هو واجب بيتي مع حل التمرينات، مع حل التمرينات. إن شاء الله تكون الحصة القادمة هي لحل تمرينات موضوع نائب الفاعل. شكرا لكم وإلى اللقاء. باي.